لا صلاة السلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مساء الورد ومساء الشوق، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين ومروقين والدنيا حلوة عليكم. اليوم جيتكم بفيديو، الفيديو عبارة عن يمكن أسخف شيء الوحدة تعمله في البيت، اللي هو ترتيب الملابس. رتبت الدواليب، حبيت أشارككم بما إنه اليوم كان فيه بركة، فقلنا يلا نبدأ. بسم الله، أول حاجة حبدأ لكم بالوصفات. عملت أول حاجة أول ما صحيت، يعني عملت لي طبايخ اللي هو طبيخ البامية. بتجيبي كمية حلوة من بتجيبي كمية حلوة شديد من البصل، بتقلبي فيه لحد ما البصل يذبل شوية. بعدين بتجيبي لحم، اللحم ما شرط يكون كتير، المهم يعني إذا أنت عندي 3 قطع بس كمان كافي، يعني إلا إذا أنت حتعملي كمية كتيرة. بتقلبي اللحم مع البصل وبتحطي فيه 3 حبات من الهيل، تذكروا عدد الهيل عشان بعدين ما يطير منكم، تمام؟ بتقلبي كويس وما بتضيفي مويه ولا اي حاجه، بس لحد ما يعمل كده المويه بتاعت البصل ينزل. بعد ده بتقطعي طماطم، بتنزلي بالطماطم في البصل مع اللحم وحنقفله على كده. بعد ما خلاص ينضج البصل والطماطم واللحم، تحس انه كده خلاص المرقه بدا يطلع منه، حنقفله. بعدين حنجي وراجعين تاني، هيحصل شنو؟ حنزيد عليه مويه بعد المرحله دي. اذا انت مثلا ما عاوزه تخلط البصل، ممكن تخليه مسافه طويله، ممكن تقطعه تسجيل، بتضيفي مويه وبتكفليه، تكفلي مسافه لحد ما تحسي انه خلاص. كنت بقول لكم اذا انت ما حابه تخلطيه، ممكن تخليه مسافه على نار هادي، مسافه طويله. انا حبيت اختصر على الزمن عليه لانه عندي شغل، فقلت خلاص اخلص. خلطت البصل وبعدين جيت نزلت باللحم، شلت منه وحزيت شويه كزبره وكمان شويه ملح وصلصه. بعدين قلبوا شوية كده كده، ممكن تخليه يسبك دمعة وتعملي بيه قراريص حلوة برضه. لكن أنا كنت حابة أعمل طبيخ البامية، وهناك شايفين البامية في النار، ما تستغربوا لأنه البامية المجمد أنا بعمل كده، وضفت نص مرقة من الماء أو أقل من النص تقريبا. هنا أنا البامية المجمد لأنه ما لقيت أصلا، ما موسم البامية اللي بيكون طازة، فجبت البامية المجمدة دي، بغسله وبديه سلقة كده في موية سخنة، يعني زي 5 دقايق كده مع شوية بيكربونات صوديوم، بشيل إذا في زفارة أو أي شيء بشيله، تمام. بعد ده هزيد عليه التوم. يمكن ما أعرف إذا صورت لكم ولا لأ. أيوة، حقفله مسافة وحتيجي تشوفي بعد مثلا 10 دقايق كده هتضيفي التوم. آخر مرحلة بضيف التوم. إذا أنتوا عندكم طريقة غير كده ممكن تكتبوا في الكومنتات ونستفيد برضو من طريقتكم. في ناس بخطوا عليه وقت حبيت توم، وفي ناس يعني في طرق كثيرة، لكن دي تقريبا أسهل وأسرع طريقة، وطبعا أحلى بالرز وأحلى كمان بأي حاجة، هو بتاكل بأي شيء. الحمد لله وشكر لله، نعمة ورضا. شايفين كيف تقيل وظريف ورهيب تغدينا بهم. طبعا أول ما نصحى في جروب التليجرام بناخد الأفكار، ها أنت غداك شنو، نحن غدانا شنو، حتعمل شنو، بناخد الأفكار من بعض. الله يجزيهم ألف خير، البنات ما بيقصروا، كل واحدة بتفيد التانية بأي حاجة هي هتعمل اليوم. المهم أنا لما كنت هنا عاملة البامية وبعمل في السلطة، كنت عاملة ماسك في شعري برضو، اتفقنا إنه نحمل الحاجات اللي بنقدر عليها. وجينا هنا لسلطة الجزر، رسلت لأختي عشان آخد طريقتها، ما لقيتها، ما ردت علي، لأنه هي بتعمل بطريقة حلوة شديد، بيطلع حقها رهيب. أنا عملت هنا شنو، جبت شوية زيت، قلبت فيه الجزر لحد ما لونه يتغير شوية، بعدين بتنزل عليه بالثوم. بس ريحة الثوم أول ما يبدأ يظهر هتشيلي من النار. وهنا عندنا مايونيز وعندنا زبادي، معلقة مايونيز وعبوة صغيرة زبادي وليمون وملح وشوية فلفل أسود، هتقلبيهم كويس ما يبقى خفيف وما يبقى تقيل. بعد ما الجزر يبرد تماما نزلنا عليه بالخليط. السلطة دي حرفيا كانت رهيبة، كانت خرافية. أولادي الحمد لله والشكر لله حبوه، قالوا لي أعملي لنا في المدرسة، قلت الحمد لله الحمد لله، لقيت حاجة أديكم بكرة. المهم السلطة دي حلوة شديد، أختي بتعمل بطريقة أحلى من كده، بتزيد عليه الدقيق وما بعرف شنو في شطة خضراء وكده، أنا ما ضفت الحاجات دي لكن برضو طلعت حلوة شديد. إذا أنتوا عندكم طريقة تانية برضو أكتبوها عشان نستفيد من بعض. هنا زي ما قلت لكم خلصت الاسم شنو ده، أنا يمكن صورت لكم بعد ما خلصت الوصفات، لكن أنا وأنا بعمل في الوصفات دي أصلا كنت عاملة ماسكة في شعري وكنت عاملة ماسكة في وشي، يعني المنظر بهناك كان عجيب. لكن ما لازم نضرب عصفورين بحجر، فما ممكن انا اضيع زمني في المطبخ مثلا اطبخ وقاعده اعمل واعمل واعمل اكون قاعده ساي، لا 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 لازم. هنا الماسك بتاع الجرجير، جيت ضفت له، عارفين انتوا نزلت لكم في الغنم، ضفت له قهوه وكمان ضفت له الزيت الجديد ده، الزيت ده بشجره الشاي، كان اخذته من سوبر ماركت اسمه الصفا، ضفت للماسك وعملته في شعري، هو كنت شغاله بيه يعني، اخذ معي يعني زمن طويل في شعري، يمكن زي 2 ساعة وزيادة، لأنه بعد ما خلصت الغداء سريع سرعة طوال، قلت ما أكسل يا دلال، حتعمل شنو، لازم أنجز.
يعني غرفة الأولاد كل ما أنظف بحس كده في شيء ناقص، بحس إنه في شيء لأ ما صح غلط. مشيت أرتب الدواليب، جيت فتحت الدواليب، طبعا الملابس مطبقة وكل شيء، الملابس بتاعت البيت، لكن ملابس المركة كان أوفر. تعال أوريكم الطريقة دي، لأنه حسيت إن الدنيا كده بقت هادية. أول حاجة السباتة دي خلاص شلت الفكرة. زمان كنت أخدت هنا مثلا الملابس الداخلية الصغيرة بتاعت إسماعيل ويوسف في اتنين، ونورة ونوران مع الشراريب وكده، فقلت لا كده الموضوع ما بينفع. فبما انه اصلا الدنيا مدارس، خصصت ضلفه كده لملابس المدرسه، بس ملابس المدرسه. فعملت شنو لملابس المدرسه؟ جبت سبت، اول حاجه جيت اول حركه عملتها طلعت، ما طلعت كلهم مع بعض لا، كنت عشان ما امل، طلعت اول حاجه الشراريب، الملابس الداخليه، اي شيء ابيض قمت قسمته على كم جزء. مثلا هنا جبت السبت ده، خدت فيه الشراريب اللي انا اصلا بشتريه ايام التخفيضات وكده، بيكون في عروض حلوه ايام التخفيضات. مثلا كم شراب بيكون ب10 درهم مثلا، يكون كميه كبيره من الشراريب باسعار حلوه. هنا قسمت الجزء ده، السبت ده خدت فيه الشراريب بتاعت المرقه او الزياده اللي ما حنستخدمه الفتره دي. مثلا اذا انت الحركه دي حسيت انه حلوه، مثلا تدخلي كل فرده مع بعض جوا بعض وتحطيهم، ما بتفتشي انه وين الفرد والقصص دي. بعد ما خلصت ذاك اللي بتاع المرقه، هنا جيت خطيت لهم الشراريب اللي هم ما حيستخدموا في المدرسه الفتره الجايه، مثلا اللي هي الهبه بتاعت المدارس، شراريب زياده. وفي الجرار اصلا بتاع الدواليب بكون خدت لهم مثلا 2 3 كغيار، يعني من كثرة ما انا مليت مع الشراريب، مليت من الفرد بتاع الشراريب. السبت ده اللهم خطيت في الدرج، حتشوفوا يعني حسيت ان الدنيا كده رايقه. قسموا الحاجات وما تخلوا الاولاد يكون كل الحاجات يعني كل شيء تحت يدهم. يعني انا هسه ده وده كله خليته لهم في مكان واحد، يعني حيحصل حاله بتاعت فوضى كده ما طبيعي، يشيلوا من هنا ويحطوا هنا ويعمل. انا ما عندي النظام ده، ما عندي لهم حركه انه كل شيء خلاص هنا ما لا. يعني دولا بتاع الملابس اللي هو بيستخدموه في البيت، خدوا اللي انتوا دارين تاخدوا وشيلوا اللي دارين تشيلوا، لكن في شيء للمرقه، وفي شيء بعد فتره تلبسوه جوا البيت، وفي شيء اصلا في الايام العاديه حتلبسوهم. الحمد لله برضو اتعودوا على الحركه دي. يلا السبت اللي انا شغاله فيه وخدت شنو الملابس الداخليه، مثلا القمصان الابيض بتاع اسماعيل، بتاع يوسف، بتاع نوره نوران، واخد كل الملابس البيض، الملابس الداخليه في سبت البيض اللي هو مثلا لما يطلعوا حيلبسوا، او مثلا في المدرسه مرات كتغيير. المهم حتى الشورتات زي دي في المدرسه انا بلاحظ انه المريول بتاع المدرسه ما هو ما طويل شديد وما قصير شديد، فمرات بيكون دارين يلبسوا شراريب صغيره. ما بحب انه جسمهم يكون مكشوف، او داير اعودهم على الحاجه دي من بدري، فبجيب لهم اللي هو الشورتات اللي بتكون تحت الركبه بشويه كده، عرفتوها صح؟ بجيب لهم. المهم ده برضو قسمته على كم واحد، ما خدت لهم كله برا. كان ما اكذب عليكم كان متعب شويه الموضوع، كان مرهق شويه، لكن الحمد لله والشكر لله. ودايما دايما دايما وقاعده اتكلم كتير في الحاجات دي، لما تيجي تطلعي الملابس او ترتبي الدولاب، طلعي من ملابس اولادك حتى الحاجات اللي انت قلبك عليه، ودايما شيلي منه حبه ومن هناك حبه، مع الملابس اللي خلاص حسيتي انه هو خلاص كده خلاص يعني طلعيه، ان شاء الله يمشي لصاحب النصيب او توديه في الهلال الاحمر. انا قاعده اعمل كده، يعني ما شرط اصور لكن قاعده اعمل كده، فبس حبيت اوريكم الفكره دي. يلا هنا ده اللي حيكون غيار مثلا خلال الترم ده، هو دي جديد يعني خديته لهم كده لجوا، وحخبيه بشنو عشان ما يعرفوا. بس تخيلوا، بس عرفوا، بس تخيلوا عرفوا، جو من المدرسه لقوا الدواليب مرتبه، القاهم دايرين يخطوا حاجه هنا، قلت لهم ده هو 200 200، دخلتوا 200 عرفتوا مكانه وغايته. بس الحمد لله الضلفه دي مش الضلفه، الدرج دي كده بس ملابس المدرسه، التاني ما عندنا فيه اي حاجه بس ملابس المدرسه. وهنا السباته دي زي ما قلت لكم، واحد خطيت لاسماعيل ويوسف، خطيت لهم جلاليبهم، وعندهم اللي هو عندهم شنو السراويل بتاعت الجلاليب عشان ما يتلخم، مرات بيكونوا مثلا حابين يطلعوا، حابين يمشوا مثلا يوم الجمعة مع أبوهم. المهم يعني في حاجات زي دي بحب إنه الحاجات دي تكون يكون مكانه معروف، ما ألخبطوا ليهم مع الملابس أبدا، ما قاعدة ألبس أخدت لهم مع الملابس العادية بس كده. وده كمان مرات في المدرسة بيطلبوا مثلا، بيقولوا الملابس بتاع المهن وكده، بحس إنه بكل سنة بحتاجه، فبقوم بخده ما بضيع، وبكون قاعد يعني نوران استعملت السنة اللي فاتت، السنة دي إنه إسماعيل لو طلبوا منه برضه يعني يكون قاعد أوديهم. يلا الشورتات الزياد، الحاجات البيض بس، واحد للملابس البيض والجلاليب بتاع الأطفال الصغيرة دي، وده كان بتاع حنة شنو يا ربي، هاي بتاع الطهور، ملابس الطهور حقهم تمام.
يلا زي ما وريتكم الثلاثة سباتة دي، واحد للجلاليب الصغيرة بتاعت الأطفال، أنت لو هزبتيه كده لو رتبتيه كده الدنيا بتكون مرتبة عندك زمان. أنا ممكن دواليب الأطفال شهر ما أرتبه، لأنه بكون عارفة الحاجات دي وين. تمام كده، بس هزبت لهم هاخدتهم فوق بعض، ما أظن يعرفوا الحاجة دي، لأنه أصلا جنب ده أنا خدت جنب الباب بتاع الدولاب ده الطقم بتاع الترابيز، فالموضوع بيبقى لهم مرهق إنه يفتحوا. بس كده هنا واحد زي ما قلت لكم جلاليب الأطفال مع السراويل، واحد الشراريب اللي هم ما حيحتاجوا له الفترة دي، والسبت الثالث والأخير اللي هو الملابس الداخلية ولا الشراريب يا ربي، المهم زي ما وريتكم. نيجي للملابس، الملابس عملت شنو إسماعيل ويوسف؟ مرات بيشتري لهم اللبس اللي مثلا كده بيكون طوالي مع بنطلون، يعني ما بيشتري تيشيرت براو وبنطلون براو، بيكون كده. هسه الفكرة الجديدة بقيت أعمل شنو، بقيت أجيب كل لبسة أخد كده. أيوة يمكن ما واضح شديد في التصوير، يعني باخد مثلا القميص جوا الشورت كده، كله قميص جوا الشورت. ومرات بحس انه الشورتات زيادة بيجي مع القمصان، زيادة التيشيرتات زيادة بيجي مع مع الشورت. مثلا باخد الشورت الاحمر ده عنده قميصين بيجي معاه، فبقوم اخد الاثنين وبلفهم جوا بعض لما اكون طالعة. انا ما عندي قصة اكوي الملابس، معلش، لما اكون طالعة خلاص بكوي ليهم، يعني قبل الطلعة بساعة كده بكوي الملابس، لكن ابدا ما بحب المكوى، ما بحب، مستحيل انا اخصص كده زمن للمكوى واقعد اكوي خط الملابس مكوية في الدولاب. بس بالطريقة دي لكن وقت الطلعة بيكون داير له مسحة خفيفة، واسماعيل طبقت له برضو بالطريقة دي، يعني مثلا كل شورت باخد جواه التيشيرت بتاعه وبطبقهم وخلاص كده، ما بياخد مني مساحة كافية. زمان كنت بعمل شنو، بخط الشورتات التيشيرت بجنبه والشورتات بجنبه، لكن هسي حسيت انه الحركة دي حلوة ومريحة وما متعب لا ليكي ولا لي. المهم ده كان روتين الليلة، ما عارفه، بس حسيت انه كده الموضوع كان مرهق جدا. ف ده انا بستفيد من الوقت اللي هما بيكونوا في المدرسه، بحاول كل يوم انجز حاجه، كل يوم بحاول انه انجز حاجه. مثلا الليله خلاص خلصنا الدواليب، رتبت الملابس والدنيا بقت حلوه، لحد الويك اند لما يجي يعني الواحد راسه بيكون رايق، الدنيا بتكون مرتبه عندك. مثلا الليله طبخت الباميه، خلاص بكره اكيد هعمل حاجه جديده لانه ما حياكلوا لي نفس الطبيخ اليوم، هعمل لهم حاجه خفيفه مثلا مع باقي السلطه او شيء. فالطبيخ ده ممكن يساعدني في نهايه اليوم، في نهايه الاسبوع يعني في الويك اند، اضيف لهم مع اي حاجات تانية كده. المهم يعني حاولوا انه يعني ما تجي على نفسكم شديد، وفي نفس اللحظه بتقدر تدبري حالك، يعني خلال الأسبوع عشان الويك أند تكوني مرتاحة، الويك أند تكوني عندك زمن كافي لنفسك أو ليهم هم أو مراجعاتهم كده. حاولوا نص الأسبوع الأيام اللي هم بيكونوا في المدرسة حاولي تنجزي، يعني فترة صباحية ما تقضيها نوم. في ناس طبعا بيقولوا الأولاد في المدرسة بيرقدوا ينوموا نوم ينوموا نوم، لكن النوم بيجيب اللوم. أنا عن نفسي يعني أنا لما خلصت الغداء ورتبت وخلاص دخلت جيت هنا عشان أرتب الدواليب، هنا الساعة كانت تقريبا كم يا ربي، الظهر كان أذن. المهم أنا خلصت الغداء الساعة 11 وحاجة، كان طبخت طبايخي وخلصت. المهم اليوم بيكون طويل جدا جدا جدا، بيكون فيه بركة، وكنت ناوية آخر اليوم إنه أعمل دلكة وكده، لكن حسيت في إرهاق حاصل ما قدرت، كنت عاملة ماسك وما بعرف شنو شنو، قلت خلاص يا دلال خلي يوم تاني، خليته. هنا الجرار ده مخصص لهم لملابس البيت، السبت الصغير ده جيت خديت لهم الملابس الداخلية الصغيرة اللي بيلبسوها مع الشورتات مع البيجامات، خصصت لهم السبت الصغير ده بجنبه عشان هم ذاتهم من هم صغار بيكونوا عارفين النظام، حتى لو ما عملوا بالمناسبة ما شرط يعملوا، لكن بيكونوا عرفوا ليه قدام أكيد حيعملوا هم كمان. المهم زي ما بيقولوا الأطفال بيقلدوا لما يكبروا، أكيد حيتذكروا انت كنت بتعمل شنو او كنت بترتب كيف، حيرتب كنت سايطه وجايه البيت، هم كمان حيصوتوا ويجوتوا. المهم هنا دار اوريكم قصه قصه بناتي، بناتي بالمناسبه عادي ممكن يوم تلقيهم لابسين يعني خلاص اجعص الملابس اللي في الدواليب وشفتوا يعني حركات كده، بس تقولي ماشيين في حفله، كانوا مغلبين لكم غلبه بالحركه دي. فقمت عملت شنو، جبت لهم السبت الحلو بتاع باربي ده، هم بيحبوا الحاجات دي، فقمت جيت عملت شنو، اي لبسه حيلبسوها برا مش دايما كمان، يعني انا باخد لهم جزء مثلا زي 4 5 لبسات كده، بخلي لهم في السبت بتاع باربي ده وبرفعه في الدولاب. اما لكن مثلا في البناطلين وفي التيشيرتات وفي فساتين كده خلاص يعني ما ضروري يلبسوا برا، دول بخلي لهم برضو في دولاب المرقة عشان يحسوا انه ده ودول مرقة وخلاص نلبسه، بخلي لهم بجنبه. يعني المختصر المفيد من الموضوع
انه الملابس لما تكون في سباته كده حلوه. وبعدين نسيت اقول لكم حاجه، ممكن بين في السباته دي ممكن ترموا مسك، ممكن ترموا اي معطر كده بتاع ملابس، المهم عشان الملابس ريحتها تكون حلوه. انا قاعد اديه قاعد ارش فيه المسك مرات، ومرات برش فيه العطر بتاع الصندل، الملابس بتكون ريحتها حلوه شديد. ولو غسلتيه اصلا بمعطر داوني ما يحتاج اي حاجه منك. ده كان شكل دولاب البنات والأولاد، تهذب الحمد لله. وزي ما قلت لكم خصصوا مكان لشراريب المرقة والشراريب اللي حيلبسوا جوا البيت، خصصي لهم سباتة، سباتة للحاجات دي قصدي، سباتة بيخلي الدولاب مرتب شديد. في ناس دولابهم بتكون اللي هو الكبيرة ممكن يعلقوا فيه الفساتين وكده، أنا ما دولاب صغير بتاع الأولاد صغير، فما في طريقة إنه أعمل لهم بالشكل ده. وهنا ملابس المرقة بتاع البنات، خديت لهم كل واحدة يعني الملابس التقيلة شوية بفوق، الشورت التيشيرتات مع البيجامات كده بيتحد. وكان خلاص هنا كده ملابس المدرسة، وراهم اشيل مخبينه داك، وهنا ملابس البيت، واخر شي طبعا البخور والحركات. وخلاص انتهينا، ده كان فيديو اليوم، ان شاء الله الفيديو يعجبكم يكون تحفيزي لكم. ولحد ما اشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.